السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا هعمل لكم ريفيو عن عربية البيبي. انا اشتريت العربية دي لماجدة، زي ما انتم شايفين انا شارياها ماركة جوما، زي ما انتم شايفين كده. جبتها، هي حلوة جدا، 3 مستويات، والكرسي اليد دي بتتقلب، بتيجي قدام، اليد دي بتبقى ورا وبتبقى قدام كده. هوريكم الدراع بتاعها، ده بيجي قدام زي ما انتم شايفين كده. حلوة. انا قعدت دورت على، بصراحة، على كذا حاجة لحد ما لقيت ديت، لقيتها حلوة وفيها كل الحاجات اللي كنت عايزاها. كنت عايزة دراع قلاب كده بيجي قدامها، بقى شايفة البيبي. هو ساعات بيبقى في المشي مش ضرير، بس برضو ساعات بينفع كتير، وهي البيبي صغير وكده، بيبقى لازم تبقي بص عليه وانت ماشيه. زي ما انتم شايفين كده، هي 3 مستويات، فيها وضع السرير ونص كرسي وكرسي كامل. حلوه جدا، بستخدمها في البيت، حلوه جدا، بحط فيها البيبي في البيت. في الخروج بتبقى جميله جدا، للتمشيه بتبقى فظيعه. لو هتمشى مثلا في وسط البلد او حاجه او مكان او كده، مش هركب مواصلات، بتبقى حلوه قوي. كمان لازم يعني تجيبيها حاجة غالية، مش شرط ان انت تجيبيها حاجة رخيصة عشان تعيش معاكي، عشان الحاجات دي ما ينفعش بيبقى فيها بيبي بحاله، يعني بني ادم، روح بني ادم، فما ينفعش طبعا انت تسترخصي فيها. انا جبتها بصراحة متوحد النور، جبتها كانت ب1200، ويعني كان عاملين خصم، خدناها ب1000 لحاجة بسيطة كده. يعني بصراحة نفعني جدا، زي ما انتوا شايفين، حتى في مكان تحت تحطي فيه اي حاجة، لو معاكي اي حاجة للبيبي، اشتريتي حاجات بتحطيها فيها. 4 عجلات كده زي ما انتوا شايفين، الدراع القلاب، القمنة، السرير، 3 مستويات. دي المظلة بتفتحيها لو احتجتيها، بيبقى ليه شبكة، بيبقى لو انتي الدراع العكس بتبصي يعني من الشبكة دي، فيها 2 جيب بتحطي فيها مستلزمات البيبي لو احتجتيها. عملية جدا، مش خسارة فيها الفلوس، في البيت بتنفعني وبره بتنفعني، الا لو انتي هتروحي مشوار مواصلات، مش بتبقى، لو معاكي حد بتبقى خفيفة عادي، هيقفلها لك ويحطها لك مثلا فوق العربية، جوه العربية، جوه التاكسي كده، فوق التاكسي. غير كده بتبقى انتي لو لوحدك مش بتبقى ظريفة في الحركة، الا لو انتي هتتمشي. لو انتي هتمشي بيها مفيش مشكلة، البيبي نايم صاحي قاعد، قافلة عليها، ليها في حزام بتربطيه طبعا، بتقفليه على البيبي. المرتبة بتاعتها سفنج هوائية كده زي ما انتوا شايفين. حلوة قوي بصراحة، عجباني، من الحاجات اللي مندمتش ان انا جبتها. انا مشتريه كمان، جايبة شيالات، هبقى اوريها لكم، اعمل لكم برضو فيديو عنها منفصل. دي ليها خروجات ودي ليها خروجات. بتنفعني جدا برضو في لو هشتري حاجة، انا وجوجو بنزل، بحط جوجو فيها، بنزل اشتري حاجات من تحت وكده وبطلع، مفيش مشكلة خالص. مش خسارة فيها الفلوس، انها بتنفع جوه وبره، زي ما بقول لكم، بتنفع في البيت وبتنفع بره. ما تتردديش، بس هاتي حاجة حلوة، هاتي حاجة ماركة، هاتي كراجو، هاتي جوما، هاتي اي ماركة من الماركات ديت، حاجة كويسة اللي انت متطلباتك اللي انت محتاجاها. انا جبتها الحاجات اللي انا كنت محتاجاها فيها، قعدت دخلت كتير على النت وكده، بس لحد ما لقيت دي عجبتني وفيها كل اللي انا عايزاه فجبتها. اتمنى ان انا اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.